من ساعة الثورة يعني من سنة وشهرين بنسمع كلمات، خلوني أقول لكم جزء منها أو مجموعة من الكلمات اللي بنسمعها أو المصطلحات اللي بنسمعها. بنسمع عن تطهير الإعلام، بنسمع عن إعادة الهيكلة، ضبط الأداء، إعادة النظر في التشريعات الحاكمة لمنظومة الإعلام إذا كان حكومي أو خاص. كل هذه المصطلحات بدأت تطلع على السطح وبنتكلم عنها بقالنا كتير جدا، وده لأهمية ودور الإعلام اللي كان على مدار السنة اللي فاتت، اللي بيحشد، اللي بيضلل أحيانا، اللي بيوعي أحيانا أخرى. دور الإعلام في الفترة اللي جاية مهم جدا، وإزاي نقدر نعدل مساره لو هو كان ماشي بره المسار. كل دي تفاصيل محتاجين نتناقش فيها. بكرة وبعده في مؤتمر من وجهة نظري إن هو هام جدا، من شأنه إن هو يتكلم عن هذه المصطلحات ومصطلحات أخرى وقضايا كثيرة ليها علاقة بالإعلام وضبط الأداء الإعلامي أو تنظيم العمل الإعلامي بشكل كبير. هيكون معانا النهارده دكتور نجلاء العمري، وهي المدير الاقليمي لمشروعات البي بي سي. نهارك سعيد يا دكتور. اهلا وسهلا، ازيك؟ اهلا بحضرتك. انا هتكلم مع حضرتك النهارده علشان المؤتمر اللي هيبقى بكره وبعده. بدايه كده محتاجه اعرف البي بي سي ومين تاني اللي بينظم او الشركاء في مؤتمر بكره وبعده؟ لا، احنا حبينا المؤتمر ده في الواقع انه يكون مفتوح للجميع، لكن في منظمين معانا زي مركز الاهرام للدراسات، وايضا نقابه الاعلاميين تحت التاسيس، وحركات شبابيه داخل ماسبيرو زي اعلاميون مستقلون، ومجموعه من الجيل القديم والجيل الجديد. يعني هي كانت الفكره انه الاعلاميين خصوصا في مجال الاذاعه والتلفزيون يتجمعوا في مكان ما ويتناقشوا حول المصطلحات اللي انت ذكرتيها بالظبط ونظرتهم المستقبليه. يعني اعتقد ان احنا كلنا عارفين مشاكل الاعلام في مصر والكلام عنها كتير جدا، واللي فاضل دلوقتي ان احنا نتكلم عن المستقبل. المستقبل ممكن يكون ازاي، ممكن نصلح المشاكل دي ازاي، والفكره كلها انه مش ممكن طرف واحد يصلح. الاعلام منظومه كبيره وملك للمجتمع، ملك للمواطن، للمشاهد، للمستمع، مش ملك حتى للاعلامي فقط اللي بيؤدي الرساله الاعلاميه. ده كان المنطلق من تنظيم هذا المؤتمر. طيب، حصل انه من تقريبا اسبوع او من 10 ايام اتعمل ورش عمل مصغره للتحضير لهذا المؤتمر. انا عايز اعرف الورش دي كان هدفها ايه، وليه اتعمل ورش؟ يعني ليه ما اتعملش مؤتمر على طول مثلا؟ هي الورش كان المفروض انها تبقى بعيده عن الاعلام، بس انا هكلمك عنها سريعا. الفكره انه المؤتمرات الكبيره خصوصا لما تكون مفتوحه بيبقى صعب جدا ان انت تخرجي منها بنتائج محدده. بيبقى الغرض الاول منها هو تجميع الناس، وان الناس تقابل بعض وتعرف بعض. والحاجه الغريبه انه العدد الكبير من الاعلاميين في مصر في ناس كتيره جدا ما بتشوفش بعض وما بتعرفش بعض. فبيبقى الهدف الاساسي هو تجميع الناس وتقديم بعض المعلومات، لكن من الصعوبه جدا ان انت تقدري تعملي مناقشه طويله في إطار محدد. وبالتالي فكرنا أنه قبل ما نعد المؤتمر يبقى في ورش محدودة، يعني الناس اللي حضرت فيها بيبقوا 12 15 واحد ولا آخره، من أجيال مختلفة ومن تخصصات مختلفة، ومش بس الإعلاميين الحقيقة. يعني احنا بننسى منظمات المجتمع المدني مهمة، الحقوقيين مهمين، الجمهور العادي كمان المستهلك للرسالة الإعلامية مهم. فكانت الفكرة ان احنا نحاول نجمعهم، وكل مجموعة تشتغل على موضوع محدد بعينه وتحاول انها تحط الأسئلة المطروحة. يعني الغريب ان احنا في مصر بعد سنة من الثورة زي ما انت قلتي ما زلنا في مرحلة الأسئلة، يعني لسه بندور ايه السؤال الصح علشان نبدأ نحط الإجابة الصحيحة. وبالتالي هو ده كان الهدف الحقيقة من الورشات الثلاثة، وهيكون في فرصة خلال المؤتمر ان احنا نعرض النتائج بتاعتها، ما اتفق عليه الحاضرون وما اختلفوا ايضا عليه، والاسئله اللي فضلت من غير اجابات، وتبقى بدايه لحوار مجتمع كبير. يعني انا دايما الحقيقه بحب اتكلم عن التجربه في تونس، واحنا كان لينا كبي بي سي كان لينا مشروع كبير مع زملاء في تونس حول اصلاح الاعلام. الفارق الواضح ما بين الوضع في تونس والوضع في مصر ان في تونس في حوار مجتمع كبير حوالين التلفزيون التونسي، كيف يمكن إصلاح التلفزيون التونسي، والكل يشارك فيه. لسه في مصر لسه ما وصلناش للحوار ده. في جماعات وفي مبادرات فردية أحيانا وجماعية أيضا أحيانا أخرى، لكن ما فيش حوار كبير. يعني أنا مش عايزة أطلع بره الموضوع، بس التجربة التونسية واضح أنها مختلفة على بعضها. يعني في أكم مواضيع بيتفتح لها حوار مجتمعي كبير وفي الاخر ما بيحصلش فيها حاجه هنا في مصر. يعني لدرجه كلمه حوار بقت سيئه السمعه. يعني ومجتمعي كمان بقت معناه ان انتوا اللي انتوا هتقولوه مش هو ده اللي هيتعمل. فما يعني
اتكلموا زي ما انتوا عايزين. انتوا عايزين واحنا نعمل احنا عايزينه. فبالتالي شوفي هقول لك حاجه، التجارب اللي علمتنا يعني في دول كتيره في العالم مرت بتجارب تحول ديمقراطي وكان في محاولات لاصلاح الاعلام، يعني مساله ان التلفزيون يبقى بوق للدوله ده كان وضع قائم في دول كتيره وما زال قائم في دول كتير. في تجارب نجحت انها تتحول الى تلفزيونات عموميه بالفعل في خدمه المواطن، وفي تجارب تانية فشلت، وفي تجارب ما زالت بعد 20 سنه بتحاول تلاقي الطريق. فالمساله مش سهله ومش سريعه، لكن ان جيت في النهايه القوى الحقيقيه اللي ممكن تضغط وتشكل الاعلام ومستقبل الاعلام هو المجتمع. يعني بعيد بقى عن الشعارات الكبيره والكلام اللي ممكن زي ما انت قلتي بقى مستهلك، الحوار المجتمعي والحوارات الوطنيه والى اخره، لكن في الحقيقه هي دي القوى الحقيقيه اللي ممكن تشكل الاعلام في المستقبل. طب احنا اتكلمنا او حضرتك قلت لنا عن الجهات المنظمه في المؤتمر هيبقى بكره وبعد 28 و29، بس مين المشاركين؟ مين الحضور؟ الكل. كل الناس يعني مدعوه؟ الدعوه وجهت لجميع الاعلاميين العاملين خصوصا في مجال الاذاعه والتلفزيون. لانه في كمان ملاحظه ثانيه، الصحافه المكتوبه في مصر ليها تراث كبير جدا. ليها تراث من التشريعات، ليها تراث من العمل النقابي، عندها نقابه، عندها نقابه ونقابه أصلاً. قويه كمان من اقوى النقابات في مصر و... وعندها حتى تراث في العمل الاعلامي المستقل، يعني في عندك صحف وتجارب اعلاميه في الصحافه المكتوبه كانت مستقله وكانت معارضه والى اخره. الوضع في الاعلام السمعي والبصري اللي هو التلفزيون والاذاعه مختلف، ويمكن ان الاوان انه اصحاب المهنه يعني من داخل البيت من داخل التلفزيون والاذاعه ان هم ياخدوا المبادره ويتكلموا عن مشاكلهم ويطرحوا حلولهم. ده لا يعني على الاطلاق تحييد الزملاء في الصحافه المكتوبه، لكن العالم كله بيقول ان في تشريعات خاصه بالاذاعه والتلفزيون، بيقول ان في انظمه وقوانين تحكم الاذاعه والتلفزيون تختلف عن الصحافه المكتوبه، وفي اليات للاصلاح قد تلتقي في بعض النقاط مع الصحافه المكتوبه لكن ايضا تختلف عن الصحافه المكتوبه. ايه اهم ايه الاجنده بتاعت اليومين؟ يعني ايه اهم الاجنده؟ كبيره جدا. اجنده كبيره، بلاش كلمه اجنده برضو، دي اجنده دي بقت مش ظريفه. ايه الخطه؟ ما خطة يمكن كويسة؟ لازم نعيد التفكير في كل المصطلحات اللي احنا بنستخدمها. هي اجنده جدول اعمال جدول اعمال جدول اعمال كبير هنتكلم فيه عن الاطار العام للاصلاح، والسؤال المهم جدا مين اللي يقوم بالاصلاح؟ يعني هل نحن في حاجه الى وزاره الاعلام؟ انا الحقيقه بطرح الاسئله بدون اجابات، من غير اجابات، فما تحمليش مسؤوليه اي لا. اجابه. أوكي. هل نحن في حاجه الى وزير اعلام ولا في حاجه الى هيئه ولا في حاجه الى بعض المشروعات، يعني مجلس اعلى للاعلام السمعي والبصري والاعلام المكتوب وهكذا؟ مين اللي المفروض يصلح؟ ده سؤال. موقع المواطن فين من عمليه الاصلاح؟ ليه يعني الملاحظ ان احنا بننساه احيانا رغم ان هو يعني المعني المباشر والاول، لكن محدش بيتكلم عنه ومحدش بيسمع صوته. ومهم قوي ان احنا نسمع صوته كمان في المؤتمر. هنتكلم على بعض التجارب الاجنبيه، مش بس البي بي سي، لانه دايما احنا بنتهم ان انتوا بتحاولوا تسوقوا. انتوا عايزين نبقى زيكم انتوا، طبعا عندنا مشاكل مع اي حد اجنبي دلوقتي، فيعني لا ما اعرفش. وعلى فكره ده فرق كبير بين برضو التجربه المصريه والتونسيه. التوانسه اتعاملوا من البدايه مع التجارب الاجنبيه على انها احنا ما بنعيدش اختراع العجله. في اشياء موجوده في العالم مش بالضروري ناخدها زي ما هي، يعني لانه ان انت تاخدي نموذج البي بي سي وتحطيه في اي مجتمع تاني انا بقول دي الوصفه السريعه والاكيده للفشل. لا يمكن على الاطلاق. بي بي سي كانت نتاج مرحله مهمه جدا من تاريخ الشعب البريطاني، مش هتتكرر في العالم كله ومش هتتكرر النهارده في بريطانيا نفسها. فبالتالي ما نقدرش لا نكررها في مصر ولا في تونس ولا في اي دوله تانية، لكن ربما هناك بعض النقاط اللي يمكن الاستفاده منها. لكن في تجارب تانية كمان مهمة جدا واحنا هنحاول نتكلم عنها، طبعا تونس، لكن جنوب أفريقيا بعد انتهاء التمييز العنصري، تجربة برضو مهمة فيها نقاط ناجحة كتير لكن كمان فيها نقاط كانت صعب كتير. دي تجربة هنتكلم عنها. هنتكلم عن تجارب أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وايضا في بعض التجارب فشلت فشلا ذريعا، يعني تجربه بولندا دلوقتي التلفزيون الحكومي مش موجود خالص، موجود اسما لكن في حوالي 60 تلفزيون خاص والناس ما بتتفرجش خالص على التلفزيون الحكومي، فدي تجربه فشلت تماما. تشيك فشلت بمعنى فشلت الحكومه ان يبقى عندها اعلام، وانا مش عايزه اقول التجربه كده فشلت، ان المجتمع فشل انه يبقى عنده اعلام عمومي عن حق صحيح، وبقى عرضه. يعني حضرتك قصدك لسلطه راس المال او سلطه للقنوات الخاصه؟ كلها قنوات خاصه. في نماذج تانية زي التشيك، جمهوريه التشيك،
ممكن نقول انه نجح فيها 80%. والزميل من جمهوريه تشيك ليه كلمه انا بحب دايما اقولها، انه عمليه الاصلاح عمليه لا تنتهي ابدا. يعني بلاش نبقى واهمين ان من النهارده للسنه الجايه هيبقى عندنا اعلام عمومي وتلفزيون عمومي في خدمه المواطن 100%. لازم نبقى واقعيين في تصوراتنا وفي تطلعاتنا. المساله كبيره ومعقده جدا وهتاخد وقت طويل، لكن بالتاكيد لابد من البدايه، نقطه بدايه، ولابد من اصلاح ما يمكن اصلاحه الان والبناء عليه. وده اهم حاجه. وخليني اقول انه اكتر حاجه بتخليني انا سعيده ودايما متفائله هو شباب الاعلاميين، واعتقد ان احنا بنظلمهم كتير. يعني حتى داخل ماسبير يمكن من لقاءات صغيره جدا انا شفت مجموعه من الشباب نفسها تصلح وعندها تطلعات وعندها امال وعندها مشاريع محتاجه يمكن تتبلور، مش قضيه ابدا، لكن الاراده هي اهم شيء في البدايه. وحضرتك بتتكلمي على الاصلاح، ودي برضو من المصطلحات اللي بقى عليها برضو علامات استفهام، يعني فكره الاصلاح والاصلاحي والتصالح بقت كلها كلمات علامات استفهام سيئه ولا ايجابيه؟ بقت برضو لا بقت علامات استفهام، اللي هو يعني ايه اصلا ايه اصلاح في ظل منظومه مش هتكلم بس على الاعلام على بشكل عام مؤسسات فيها فساد وبيروقراطيه وفي علامات استفهام. مظبوط ده صحيح، بس ده هيخليني اسال حضرتك من خلال الورك شوبس اللي اتعملت، الورش اتعملت الثلاث ايام، واكيد احتكيتوا بالاعلاميين زي ما حضرتك قلتي وفئات مختلفه، تفتكري ايه المعوقات اللي ممكن تبقى واقفه امام اصلاح مؤسسه او جهاز زي وزاره الاعلام او اتحاد الاذاعه والتلفزيون او مؤسسه الاعلام بشكل خاص او عام؟ يعني ان كل حاجه فيها مشاكل، وفيها مشاكل كبيره جدا. يعني احنا بنتكلم عن واقع تكرس على مدى عقود، وفي تفاصيل مش قادره اقول لك، يعني احيانا كانت بتخلينا كلنا مش قادرين مذهولين من كم التفاصيل والتعقيدات اللي موجودة، ومش هتتصلح بجزئيات. يعني حتى يمكن خلينا نرجع لكلمة إصلاح اللي انت استخدمتيها، أعتقد إحدى الزميلات وكانت من الجيل الشباب قالت كلمة أعتقد أنها مهمة جدا، أنه بلاش نتكلم عن إصلاح وخلينا نتكلم عن فكر ثوري. أنت محتاجة فعلا لحد يقلب الترابيزة زي ما بنقول كلها، ويبدأ يفكر ويحطها من أول وجديد. لكن لو بدأنا أن احنا ناخد الحتة دي ونحاول نصلحها، دي سياسة ترقيعية مش هتوصلنا لشيء. حجم المشاكل وصل لدرجة أنه ما ينفعش معها إصلاح. احنا بنقول إصلاح بس كده للاستهلاك المحلي بس، يعني بشكلها ظريف. لكن هي عايزة حد فعلا يقلبها تماما ويبدأ يحطها على أسس صحيحة وسليمة. حضرتك شايفة أنه في ظل أعداد الموظفين، في ظل أنه مازال الإعلام زي ما حضرتك استخدمتي لفظ بوق النظام، وهيظل فتره طويله، يعني ما اعتقدش ان في رئيس جمهوريه قادم هيبقى عايز الاعلام يبقى ولا حكومه ولا برلمان ولا حزب سياسي ولا معارضه ولا اي حد. ودي مشكله الاعلام العمومي. يعني لما يجي حد بيقول لنا احنا عايزين نرضي كل الاطراف، استحاله ترضي كل الاطراف. ولو انت فعلا اعلام عمومي تاكد ان كل الناس هتزعل منك، كل الاطراف هتزعل منك، والا كنت محسوب على طرف دون الاطراف الاخرى. والاعلام اللي بيشتغل جوه مؤسسه اعلام عموميه لازم يبقى مستعد ومسلح انه يواجه حملات النقد بشكل مستمر من الكل. مفيش حكومه حتى في اعتى الديمقراطيات، يعني لو بصينا لتاريخ البي بي سي مع الحكومات البريطانيه كلها اليساريه او اليمينيه كلها حاولت تكسر البي بي سي، لان مفيش حد في السلطه عايز حد ينتقده، ومفيش حد في المعارضه الا وعايز الاعلام يساعده على انتقاد السلطه، وهكذا. يعني فالكل بيحاول يشد الاعلام قوه كبيره مش هينه. يعني هناك مآخذ برضو على تجربه البي بي سي او انها زي ما حضرتك قلت انه لو حد حاول يستنسخها حتى مع اختلاف الظروف، بس تجربه البي بي سي برضو في علامات استفهام فيها، بمعنى انه هي مش بالضروره تبقى بوق النظام الحاكم، ولكنها نقدر نقولها بوق الصفوه او النخبه او فئه معينه اللي هي مش بالضروره تبقى هي في السلطه قوي، بس في الاخر البي بي سي برضو مش عارفه الحقيقه المعلومه دي صحيحه ولا لا. ما تنسيش ان المواطن البريطاني بيدفع من جيبه للبي بي سي، ولما بيتسال عايز تدفع، وخلينا نقول انه جوه بريطانيا في نسبه فقر عاليه، يعني في عائلات فعلا بتعاني ومع ذلك بتدفع الضريبه كل شهر للبي بي سي. لما بيتسال المواطن البريطاني عايز تدفع بيقول لك لا مش عايز ادفع، لكن عايز البي بي سي بيقول عايز البي بي سي، فهو اول مدافع عن البي بي سي. وفي الاخر يقدر يقرر ما يدفعش؟ لا يعني لا بس في استطلاعات لا بس خلي بالك، يعني في حرب كبيره من القنوات الخاصه على البي بي سي. ليه البي بي سي هي اللي تاخد فلوس الرسوم مش
سكاي مثلا، مش سكاي نيوز، ولا اي تي ان اللي هي القنوات الخاصة الموجودة في بريطانيا. ودي حرب كبيرة بقى لها حوالي 6 7 سنين، يعني انه لا احنا كمان من حقنا ان احنا ناخد جزء من الرسوم، لان احنا بنقدم اخبار زي البي بي سي، بنقدم برامج زي البي بي سي ورفيعه المستوى، وده صحيح. لكن اللي بيسند البي بي سي هو المواطن، اللي هو شايف انها بتقدم له شيء مش موجود على القنوات الاخرى. ايه اهميه ان يبقى في اعلام ما زال المواطن هو اللي بيدفع فلوسه؟ يعني لما حضرتك اتكلمت على تجربه بولندا وانه ما بقاش في اعلام تقريبا دوله او المواطن هو الممول ليه او الحكومه، يعني كانت ساعتها التفصيله، ايه اهميه ان يبقى ده موجود؟ هل ده له علاقه بالكونتنت بالمضمون اللي بيتقدم بس، وله علاقه مثلا في بعض الاقليات هتبقى غير ممثله لو بقى قطاع خاص؟ يعني ايه اهميه ان يبقى في اصلا اعلام الدوله هي اللي بتمتلكه؟ شوفي هقول لك على حاجه، يعني القنوات الخاصه شئنا ام ابينا راس المال متحكم، وراس المال ليه اعتباراته وليه مصالحه وبتتسرب. الضمانه الوحيده انا في رايي، الضمانه الوحيده في العالم العربي بالذات الدول اللي حصلت فيها ثورات، انه يبقى في صوت متوازن معبر عن كل الفئات، وخصوصا في مرحلة تحول. يعني انت بتكتبي دستور من اول وجديد، بتختاري توجهات دولة من اول وجديد، في ناس بتنتقل من المعارضة الى صف الحكومة والعكس، في اقليات بتدور على صوتها، مين الضامن لكل ده؟ انا بتصور انه ده دور التلفزيون الحكومي، ونحطها يعني بين قوسين التلفزيون العمومي هو الوحيد اللي قادر انه يوصل لكل الاصوات دي. مش بس كده كمان، يعني انت عندك مركزية كبيرة جدا، كل شيء مركز في القاهرة وربما اسكندرية او المدن الكبيرة، مين اللي ممكن يوصل لكل مواطن في كل مكان؟ ما اعتقدش ان في اي حد عنده هذه القدرة الا التلفزيون المصري. مين اللي عنده القدرة على الاستمرار كمان في طرح القضايا؟ هو التلفزيون المصري. في النهاية هو اسمه التلفزيون المصري، يعني هو تلفزيون مصر، هو تلفزيون المصريين. وده الاحساس اللي لازم يتسرب لكل مواطن، ان ده التلفزيون بتاعي انا. ده لما اعوز اشوف حاجه او اتابع خبر لازم اروح له، لما احب اسمع رئيس الجمهوريه القادم اروح له، لما الحكومه البرلمان والسياسيين كمان لابد انهم يتعودوا على انه الاولويه للتلفزيون المصري. ما هو بس عشان كان دور الاعلام المصري كان مخزل في بعض الاحيان، بيبقى بس بيطلع اتجاهات واحده وتيارات معينه، فكان بالتالي السياسيين غير النظام الحاكم ما كانوش عايزين، يعني لان هم في الاخر بيدخلوهم تليفونات مضروبه ويدخلوا ناس بتشتم، يعني كان في مهازل يعني بتحصل، لازم نعترف. كويس ان احنا نعترف، لازم نعترف، والاعتراف بدايه تصحيح الخطا طبعا، وهي دي بدايه الاصلاح. ختاما يا دكتور نجلاء، عملنا المؤتمر بكره وبعده، ماذا بعد؟ يعني ماذا بعد ده على الاعلاميين المصريين. انا فاهمه، بس قصدي انه هنطلع مثلا ورق، هنطلع دوكيومنتس، هنطلع هنحاول توصيات، نطلع توصيات، بس برضو مش البي بي سي اللي هتطلعها، الاعلاميين المصريين لازم يتفقوا عليها ولازم هم يستمروا. خليني ارجع لك سريعا جدا على تجربه تونس مره تانية. هيئه اصلاح الاعلام اللي اتعملت بعد الثوره بشهر ونص وشالت عبء اصلاح الاعلام في تونس، كل اللي بيشتغلوا فيها ما عدا رئيس الهيئه كلهم متطوعين. ما شاء الله على يعني المؤمن بقضيه انا بتصور عليه انه يكمل المشوار. برضو خلينا واقعيين، مش كل هيكمل بشكل تطوعي، لكن انا متاكده ان هيبقى في مجموعه صغيره اتليست هي اللي هتكمل وهي اللي هتحاول تحط مشروع وتدفع بيه. وواحد من الزملاء الشباب قال كلمه حلوه قوي في ورشات العمل اللي نظمناها، قال مش مهم الاسماء، المهم المشروع. لو في مشروع حقيقي والناس حست انه مهم والعاملين كمان داخلين، يعني كل اللي في ماسبيرو عايزين يصلحوا، مش كلهم بيقولوا كده؟ طيب يبقى هم اللي لازم يتبنوا المشروع، هم اللي لازم يكملوا المشروع. يعني احب اقول مش كلهم اكيد، لان في ناس برضو من مصلحتها ان يفضل الوضع على ما هو عليه يعني، بس نتمنى ان فعلا يبقى في اعلام في الاخر بيحترم المواطن، نقطه يعني بعتقد ان دي تلخص يمكن معظم. والاعلامي لازم يحترم نفسه ويحترم المواطن. صحيح. دكتور نجلاء العمري، المدير الاقليمي للمشروعات البي بي سي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. ميرسي لحضرتك. خلصت حلقتنا النهارده، وبعتقد انه كلامنا عن الاعلام لن ينتهي، لانه محتاجين يبقى فعلا عندنا اعلام يحترم المواطن، اعلامي بيحترم نفسه وبيحترم المواطن زي ما دكتور نجلاء قالت. وهنتابع معاكم، وربنا كده يعني يخلينا شبه تونس شويه في بعض الحاجات. صباح الفل.